تحتية جديدة في محافظة الأنبار، العمل وفق برنامج وأولويات وضعتها منذ أول اليوم لها للمضي بالبناء والإعمار، وبعد عدة اجتماعات وتنسيق مع السيد رئيس وأعضاء مجلس المحافظة والتزاما منا كفريق عمل بأن لا ندخر جهدا في تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في الأنبار، على بركة الله نعلن إطلاق حزمة مشاريع خدمية وتنموية موزعة في مختلف أقضية ومدن محافظة الأنبار. سيتم اعتماد أسلوب إعلان المناقصات، وندعو الشركات الكفوءة وذات الاختصاص للمشاركة في هذه المناقصات لتنفيذ تلك المشاريع، وستكون الإجراءات بالفتح والتحليل والإحالة معلنة للجميع التزاماً بمبدأ الشفافية، كما ستجري عملية منافسة موضوعية بين الشركات المتقدمة من ناحية العرض السعري والعرض الفني وسيرة الشركة، مع الحرص على عدم حصول أي شركة على أكثر من مشروع لفتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات للحصول على فرصة عمل. هنالك لجان فنية تم تشكيلها في المحافظة لتقييم أداء الشركات المنفذة للمشاريع القديمة، وسيتم محاسبة المتلكئ والمقصر وفقاً للقانون، كما سيتم تقييم أداء الشركات التي نفذت المشاريع بنوعية جيدة والتزمت بالجدول الزمني إيجاباً، وسيكون لها دور في تنفيذ المشاريع الجديدة في المحافظة. نكرر ونؤكد أن الدعوة مفتوحة أمام جميع الشركات ذات الخبرة والكفاءة والاختصاص للمساهمة في إعمار المحافظة.